استقبل الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني الأدميرال محمد أمجد خان نزاي رئيس أركان القوات البحرية بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق له، وذلك صباح اليوم في مكتبه برئاسة الحرس الوطني بمعسكر الصخير. وفي بداية اللقاء رحب سمو رئيس الحرس الوطني برئيس أركان القوات البحرية بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق له، مشيدا بالمستوى العالي الذي وصلت إليه آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، ومؤكدا مواصلة الجهود نحو تعزيز تلك العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الصديقين. كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير مستويات التعاون والتنسيق العسكري بين الحرس الوطني والقوات البحرية بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.